إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وسائر المسلمين من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وقفنا في الجمعة الماضية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصاياه العظيمة حيث قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فهذين الوصيتين أيها الإخوة الكرام من أعظم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرشد ابن عباس وليس ابن عباس فقط وإنما أرشد أمته جميعا أرشده إلى أصلين عظيمين وقاعدتين جليلتين يجعلهما المسلم ديوانا في حياته ويجعلهما منهجه ويجعلهما الحبل الذي يتمسك به في كل أحواله وأحيانه ألا وهما السؤال والاستعانة سؤال الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وهذا هو روح التوحيد عفوا هذا روح التوحيد ولبه وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين المقصود في قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا نكرر هذه الكلمة 17 مرة في اليوم على الأقل في الصلوات الخمس نكرر في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين وقد قدم كما هو معلوم عند أرباب اللغة قدم المعمول على العامل إفادة للحصر إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك والعبادة في هذا المقام هو السؤال كما جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال الدعاء هو العبادة وتلا قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم فنعت الدعاء بالسؤال فدل على ان الدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى والاستعانه هي الاستعانه بالله تبارك وتعالى فهذا هدي نبوي وارشاد قراني من الله سبحانه وتعالى بان يسال العبد الله سبحانه وتعالى لا يسأل غيره لا يسأل إلا الله لأن السؤال فيه مذلة وفيه افتقار وفيه مسكنة وفيه استصغار وفيه إظهار الذل من السائل للمسؤول فكان ربنا تبارك وتعالى أجدر وأحق من هذا المقام من غيره الله سبحانه وتعالى هو الأحق والأجدر بهذا المقام مقام الذل والافتقار والطلب
هو لله سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه، لأن ما في أيدي البشر من الخيرات هو من الله سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى هو المنعم وهو الكريم وهو الرزاق وهو الجواد وهو الذي يعطي الصغير والكبير. فذلك الرجل أو ذلكم الجهة التي تذهب عندها لكي تسألها سؤالا، اعلم أن ما بين أيديها هو من عند الله سبحانه وتعالى. فكان التوجه إلى الكريم الجواد أولى من التوجه إلى ما هو سواه. وما بكم من نعمة فمن الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فكان الله سبحانه وتعالى أولى بهذا المقام من غيره. ثم إن السؤال أيها الإخوة الكرام، السؤال على نوعين، السؤال على نوعين: سؤال عام مطلق وسؤال مقيد. أما السؤال العام المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسأل من كل شيء، يسأل من كل شيء إلا من الفواحش. فلا يلق الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له معصية أو أن ييسر له ذنبان أو أن يقتل فلان إلى آخره، هذا لا يجوز. الإنسان إذا سأل فليسأل شيئا كريما ويسأل شيئا طيبا، ولتكن همته عالية. لأنك عندما تسأل أنت لا تدري هل ستوافق موطن إجابة أم لا، فإن كنت موافقا موطن إجابة فحري بك أن تسأل شيئا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يستجاب للمرء إذا لم يدعو بإثم. النوع الثاني من السؤال وهو سؤال المخلوقين، وهذا على ضربين: إن كان السؤال في شيء لا يختص به إلا الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز. مثلا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تذهب إلى أي جهة كيفما كانت، أو ضريح أو ولي صالح أو أي من كان، أن تسأله الرزق، لأن الرزق هو من عند الله. ولا تسأله الولد، ولا تسأله الزواج، ولا تسأل أي شيء من الأشياء التي هي بيد الله، هذه لا يجوز أن تسألها لأي أحد من المخلوقات مهما كان، ولو كان نبيا ولو كان ملكا، إنما تسألها للواحد الديان وحده سبحانه وتعالى. بيده ملكوت كل شيء وهو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي عند الله سبحانه وتعالى رزقكم وما توعدون. الأمر الثاني أن تسأل أحد المخلوقات فيه هو مقدور عليه، يعني الشيء الذي هو يقدر عليه. الإنسان مثلا يعني أن تستطيع أن تسأل أحدا أن يعينك على حمل شيء ثقيل، هذا سؤال، نوع من السؤال. أو تسأله أن يؤدي لك خدمة، هذا نوع من السؤال هو مقدور عليه. لكن احذر أخي المسلم، احذر أن تسأله أن تسأله سؤال تمكين أو تسأله سؤال قوة وتصرف، إنما تسأله من جهة الأسباب، ويكون قلبك متيقن على أن المعين الحقيقي والميسر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. ثم أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالسؤال، فليعلم المسلم أن في ذلك الأمر من الخيرات ما يخفى على كثير من الناس ولا يحصيه الراسخون في العلم، الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أولاً أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله يحب أن يسأله عبده، يحب من العبد أن يسأله. جاء في الأثر: إن الله يحب العبد اللحوح الذي يلح في العبادة. كذلك أن الذي يسأل الله سبحانه وتعالى هذا موحد خالص لله، لأن هذه العبادة أخلص فيها لله سبحانه وتعالى. كما أن في السؤال إظهار الذل والافتقار
والعبودية لله سبحانه وتعالى، كما أن في السؤال إظهار لعظمة الله. أنت عندما تسأل الله سبحانه وتعالى فإنك تظهر عظمته وتظهر كبرياءه وتظهر قوته وتظهر قدرته على أنه يستطيع أن يفعل كل شيء. فهذه مجموعة من الفوائد هي كاملة في سؤال الله سبحانه وتعالى، وغيرها كثير جدا يطول المقام إلى ذكرها. كما أن في السؤال إظهار بأن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير وهو الكاشف للكروبات. ومن الخطأ الذي يقع فيه مجموع من كثير من الناس هو لا يفقهون حكمة السؤال والاستعانة بالله. الله سبحانه وتعالى عندما ينزل البلاء على العباد، الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بأي أمر كيفما كان، إما في ابنك أو في رزقك أو مشكل أي من كان، عندما يبتليك إنما أراد منك أن تعود إليه. ابتلاك ذلك الابتلاء لأنه نظر إليك فوجدك ذاهب في طريق غير صحيح، وأنك أعرضت عنه وأنك نسيته واعتمدت على نفسك واعتمدت على فلان وعلى علان وعلى مالك وعلى أبنائك، فابتلاك بأمر لا يستطيع الكشف إلا هو. وإن يصبك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يصبك بخير فلا راد لفضله. فأراد منك أن تعود إليه وأن تقترب منه وأن تضع جبهتك في الأرض وأن ترفع يدك إلى السماء وتقول يا الله يا ربي. هذه هي الحكمة. فكان من الخطأ أن بعض الناس إذا وقع له أمر أو نزلت به بلاء أو فاقة يذهب عند الناس ويطلب منهم الدعاء ويقول لك ادعي لي، مع أن المسألة خلافية بين العلماء. العلماء اختلفوا، والراجح والذي تدل عليه النصوص أنه يجوز للإنسان أن يسأل أخاه المسلم أن يدعو له دعاء، فهذا وارد في السنة وقد فصل العلماء في هذا الأمر. والراجح فيه مع أن بعضهم يمنع يقول لك إذا لا يجوز الدعاء إلا من الشخص نفسه، لكن دلت السنة على أن الإنسان يجوز له أن يسأل أخاه الدعاء، لكن لا يكثر ويسأل الناس أن يدعو له ويدعو هو بنفسه، لأن حكمة إنزاء البلاء أن تدعو لنفسك وأن تعود أنت لله لا أن يعود الناس مكانك لله. الله سبحانه وتعالى عندما ابتلاك أرادك أنت أن تأتي وتقترب منه وترفع يدك إلى السماء وتتضرع إليه وتعيد الصلة به. فكان هذا الأمر الذي هو الدعاء والاستعانة لب التوحيد وسر سعادة القلوب. والله إن المعتمدين على الله وإن اللاجئين لله وإن السائلين لله في كل أمر وإن المستعينين بالله في كل أمر لأسعد الخلق فوق هذه الأرض، لأسعدهم وأهنأهم وأريحهم قلوباً وأقربهم من الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمر عباده في القرآن في آيات كثيرة، على سبيل المثال الآية التي ذكرنا آنفا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. الذين لا يدعون الله صنفهم الله سبحانه وتعالى في صف المستكبرين. وقال الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله، والآيات كثيرة. وضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن أمثلة للسؤال، فضرب على سبيل المثال قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، لما كذبه قومه ولما أرادوا به ما أرادوا إنما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى،
فسأل ربه أنه مغلوب فانتصر. وإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه، وقد قال جاء في الأثر أنه جاءه جبريل فقال له هل لك حاجة؟ قال له إبراهيم أما عندك فلا، أما لله فنعم، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فنجاه الله. ولما وضع زوجته وابنه في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا حياة دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما، فحفظهما الله سبحانه وتعالى بحكمته وتدبيره وجعلهما آية للناس. كذلك ذا النون لما قدر الله سبحانه وتعالى عليه رزقه دعا الله سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت فنجاه الله تبارك وتعالى. كذلك زكريا، وانظروا إلى هذه الحالة، زكريا بلغ من العمر 90 سنة كما جاء في بعض الروايات، 90 سنة وزوجته عاقر. هذا على المنظور العلمي والتصور العقلي لبني البشر يستحيل أن يلد هذا الرجل، يستحيل، عمره 90 سنة وزوجته كذلك مثله وهي عاقر لا تلد. لكنه عندما سأل الله سبحانه وتعالى بقلب خالص فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فبشرناه بيحيى وجعل ابنه نبيا. انظروا إلى أثر السؤال وأثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. وكان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أعبدهم وأعرف الخلق على الإطلاق بالله تبارك وتعالى، كان لا يترك الدعاء ولا يترك السؤال، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل أحيانه، وكان يعلم أصحابه السؤال على كل شيء، حتى أنه جاء في الأثر أن بعض الصحابة كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى الملح للطعام، وكانوا يسألونه العلف للبهيمة. كان إذا أراد ملحا لطعامه رفع يده إلى السماء وسأل الله أن يعطيه ملحا. انظروا إلى هذا الإخلاص وهذا التوحيد وهذا التوجه الكلي لله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم كان إذا كان فوق دابته وسقط صوته على الأرض يستحيي أن يقول للرجل أعطيني هذا الصوت، مكن لي ذاك الصوت، وإنما ينزل من دابته ويأخذه بنفسه حتى لا يسأل الناس، حتى لا يترك سؤال الله ويسأل الناس. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول اللهم كما صنت وجهي للسجود لغيرك فصنه عن سؤال غيرك، فكان لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا إخوتي في الله أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالسؤال وعدنا بالإجابة، وهذا يجب أن يكون يقينا في قلب المسلم، وستكون لنا إن شاء الله في المستقبل خطبة نخصصها عن اليقين، كيف نحقق اليقين، أن يستيقن المسلم على أنه إذا سأل فإن دعاءه مستجاب. أليس الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما إليه صفرا خائبتين. إذا رفعت يدك إلى السماء الله يستحي أن لا يضع شيئا في يدك، فالإجابة محققة كائنة، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. إجابة محققة، وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فهو إما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر الذي سأله، وليس دائما المنع هو منع، ولكن
أن المنع ليس بعقاب أيها الإخوة الكرام. عندما تسأل شيئا فإذا لم يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه فاعلم أن ذلك الشيء لا ينفعك، وإن كنت تنظر وترى أنك محتاج إليه فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعطيه لك فأن فيه مضرة لك. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن العبد لا يوشك أن يقبل على الأمر فينظر الله إليه فيعلم أن فيه مهلكته فيأمر الملائكة فيقول لهم أصرفوا عنه ذلك الأمر، فإني إن يسرته له أدخلته جهنم. أمر تطلبه وأنت في منظورك وفي اعتقادك وتصورك وتخطيطاتك أنه أمر لازم ضروري يجب أن يتحقق، لكن عند الحكمة الإلهية يدخلك إلى جهنم. وهذا من الإيمان بالغيب. فالذي يسأل الله سبحانه وتعالى فربنا تبارك وتعالى إما يعطيه ذلك الأمر يكون فيه صلاح فيعطيك إياه، وإما يدخره لك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ما تستطيع، فيخرج لك الله سبحانه وتعالى ذلك السؤال الذي سألته في الدنيا فيكشف لك به كربا غدا يوم القيامة. أو هذا الدعاء الذي تدعو الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، يعني الحذر لا يغنيك من القدر، يعني وإن كنتي حاضر وحاضر راسك كذا إلى آخره إذا نزل القدر راه نزل وخات عيامة حظي، هذه هي لا يغني حذر من قدر، عيامة حظي راه داك الشيء اللي نازل من عند الله راه غيصيبك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وخات عيامة داك الشيء اللي قسموا لك الله سبحانه وتعالى يصيبك لا محال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة في السماء. كيكون نازل البلاء والمسلم كيرفع يده للسماء وكيدعي الله سبحانه وتعالى، فكتطلع هذه الدعوة كتلاقى مع البلاء اللي نازل من السماء وكيبقوا كيعتالجوا في السماء إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن الدعاء يدفع الكروبات. وقد يستشكل هذا على بعض الناس يقول كيف البلاء هو مقدر نزل ويتبعه ويصده السؤال. وقد فسر هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طرح عليه أحد الصحابة هذا الإشكال فقال نافر من القدر إلى القدر، هذا قدر وهذا قدر، والله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب يطلع الملائكة على ما يشاء ولا يطلعهم على ما يشاء، فهم يفعلون ما يؤمرون، لكن الله سبحانه وتعالى عنده أم الكتاب ويفعل ما يشاء. فلذلك كان حري بنا أيها الإخوة الكرام أن نعتني بهذه العبادة، وهي عبادة السؤال والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فنخلص الدعاء لله ولنزح عن تصوراتنا. وهذا الأمر قد تغلغل في أوساط المسلمين والعياذ بالله، أصبحنا إذا أردنا أن نحلل الأمور نحللها مادياً، نحلل الأمور التي تقع في هذا الزمان نحللها مادياً وعلمياً، ونسينا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسينا هذه المسائل، كتجي تحلل هذا عنده غيغلب هذا ما عندوش هذو متطورين هذو كذا إلى آخره، العلم قال كذا إلى آخره، وبدأ الإنسان ولا يعني بحال ذاك الروبو بروغرامي كيمشي، ونسينا أن في السماء مدبر، أنه إذا قال للأمر كن فيكون. يجب أن نحيي هذا في قلوبنا أيها الإخوة الكرام، وأن نعتقد اعتقادا جازما أننا إذا رفعنا أيدينا إلى السماء وسألنا الله سبحانه وتعالى أن الله يستجيب، وأن الله محقق لما نطلب، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
لا تعجزه شيء والله إن السماء والأرض لا يخسف بهما بكلمة كن فيكون. يجب أن نعيد هذا إلى قلوبنا. كما أنه أيها الإخوة الكرام يستحب للمسلم أن يتتبع مواطن الإجابة، أن المسلم إذا أراد أن يسأل يسأل في مواطن تكون فيها الاستجابة، مثلا دبر الصلوات بين الأذان والإقامة، بين إقامة الصلاة والأذان هذا المكان يعني فيه استجابة. كذلك عند نزول المطر في الثلث الأخير من الليل، عند قراءة القرآن، عند السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. مواطن كثيرة يجب على المسلم أن يتتبعها ويدعو الله عز وجل فيها، فإنه حري في بالإجابة في تلك المواطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا على أن نعبده حق عبادته. اللهم وفقنا لأن نعبدك حق عبادتك. اللهم وفقنا لأن نعبدك حق عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.